السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نتمنى تكون ظروفكم كلها على ما يرام. بداية أريد أن أتقدم يعني بالتهاني باسمي وباسم قناة وصفحة كمال كمال للمنتخب الوطني المغربي بعد فوزه على المنتخب الكندي. فألف مبروك، ألف مبروك للمنتخب المغربي وللشعب المغربي خاصة، وكذلك بالنسبة لكاع الشعوب العربية. فوالله العظيم كما نقول بالمغربية حمرت وجهنا. بالتوفيق إن شاء الله لما هو قادم، لأن صراحة دابا عاد كاين الماتشات اللي عاوتاني أقوى وأقوى. فنتمنى التوفيق لجميع المنتخبات بصفة عامة وبالأخص المنتخب المغربي طبعا. ففي هذا الفيديو إن شاء الله كما كيعرف الجميع أنه كاين بعض الفائزين في قرعة 23 غادي يدوزوا المقابلة في الأسبوع المقبل. ومن بين الأسئلة اللي كانت كتكرر وكتطرح بزاف وكتجينا يعني عبر الخاص هو ذاك المستضيف والـ 134 والحساب البنكي، واش هما ضروريين إجباريين نديوهم معنا وخصهم يكون عندنا يوم المقابله ولا لا؟ سبق في بعض الفيديوهات انني قلت لكم هذا يعني الضمانه ديال 134 او لا الحساب البنكي راه ماشي ضروريين، ولكن غنسطروا ديما على ذاك ولكن. من الافضل واحد مثلا فائز في القرعه الامريكيه يمشي يحط واحد البركه ديال الفلوس في البنكه اذا كان عنده حساب بنكي. ما كانش عنده حساب بنكي راه ماشي مشكل يكون الاخ ديالك او الوالد ديالك او الام ديالك هي اللي عندها حساب بنكي. بالنسبه مثلا الاخوان اللي مازالين الله خداو البكالوريا مازال ما خدموش، مازال ما دخلوش لسوق الشغل، بطبيعه الحال اش غيدير حساب بنكي؟ هو مازال ما خدام، مازال ما داير حتى شي حاجه، اذن علاش غيدير هذا الحساب البنكي ويزيد عليه لي شارج؟ فبالتالي بزاف ديال الاخوان سولوا واش قال لك واش ماشي مشكل يكون الحساب البنكي ديال الوالد ديالي او الام ديالي او الاخ ديالي او. فهنا بتاتا ما كاينش مشكل، المهم انك تدي معك داك البروف داك الرولفي ديال البونكير يكون فيه كيثبت انه داك المبلغ فعلا كاين عندك في لابونك، وداك لابونك راه بطبيعه الحال الحساب البنكي راه ديال الاب ديالك او الام ديالك او ديال الاخ ديالك او الاخت ديالك. مفهوم الاخوان؟ هذا بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش حساب بنكي، مازال لحد الان ما داروش حساب بنكي. اما بالنسبه للاخوان اللي عندهم حساب بنكي فكما قلت لكم هذا من باب الاحتياط. علاش؟ لانه غير يكون عندك واحد الحساب بنكي وداي معك الاثبات نهار المقابله، حتى الى طرح عليك ضابط الهجره يقول لك شحال الفلوس غتدي معك غتقول ليه داي معايا قدا وقدا، طلب لك الاثبات غيكون عندك، يعني غتجيب ليه ذاك يقول لك واش عندك شي اثبات، غتقول له ها هو، غتعطيه ذاك الرولفي بونكير. ما طلب لكش الاثبات ما خسرتي حتى شي حاجه، الرولفي بونكير هو محطوط عندك في الكلاسور ديالك. فهمتوا دابا فين الحساب البنكي كيتحتاج؟ هو ماشي ضروري، راه من طبيعه الحال شي واحد غادي يمشي ما يديش معاه الحساب البنكي، يقدر مثلا نحطوا هذه الفرضيه ديال انه ضابط الهجره غيقول ليه شحال غتدي معك الفلوس، غيقول ليه قدا وقدا، غيقول ليه واش عندك شي اثبات، غيقول ليه لا ما عنديش. ضابط الهجره جوج حوايج غي 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 غيتاخذهم، يا اما غيقول لهم ماشي مشكل، يا اما غيقول ليه صيفط لنا هذا الاثبات هذا. ولكن هاد الناس هاد الفئه هادو شكون اللي كيطلب لهم بالضبط؟ كيزيد يحكر لهم كما كنقولوا على هذا الاثبات، اما ديال الحساب البنكي او ديال 134. دابا غنبقاو حنا غير في الحساب البنكي او ندوزو للاستماره ديال 134. فهاد الاشخاص هادو قلالين، اول حاجه بعدا قلال، يعني ماشي كلشي غيطلبوا ليه الاثبات. هاد الناس هادو اللي كيطلبوا لهم هاد الاثباتات هادو هما كما قلت لكم الناس اللي كيكون عندهم مؤهلات ما كافياش، مؤهلات ديالهم ما كافياش. شنو هما هاد المؤهلات؟ هي المؤهلات يعني المستوى الدراسي ديالو مثلا كيكون حاصل غير على البكالوريا. ثاني حاجه ما عندوش اللغه، يعني المؤهلات اللغويه ما عندوش. ثالث حاجه مثلا المستضيف عند من غادي يمشي بعيد عليه، يعني القرابه اللي كتجمعهم ما كايناش كاع، ما هو خوه، ما هو اخته، ما هو ولد عمه، ما هو ولد خالته، ما هو نسيبه، ما هو من عائلته الى اخره. مفهوم الاخوان؟ اذن هنا هاد المؤشرات غير هادو ثلاثه الى ضابط الهجره شافهم في هاد الفائز، فراه من طبيعه الحال خصو يشوف له حوايج وحدين اخرين اللي يقدروا يدعموا له الملف ديالو، يدعموه هو ويأهلوه هو باش انه ياخذ فيزا مقبوله. منهم هما هاد الحويجات هادو، هو غيقول ليه غيسولو شحال الفلوس غتاخذ معاك، هنا غيسمع شحال غيقول ليه. الا قال ليه 2000 دولار ولا 3000 ولا 1000 دولار راه من طبيعه الحال ما كافياش اوتوماتيكمون. واش انت غادي لامريكا وغادي لامريكا ب 1000 دولار ولا ب 2000 دولار راه ما كافياش. حنا كنهضروا غير على يوم المقابله، المهم تسلك راسك يوم المقابله. اما راه كاين اخوان فعلا جاوب 1000 دولار وجاوب اقل وجاوب 2000 وجاوب 3000 عادي، ولكن نهار المقابله انت حرص كما كنقولها لكم ديما، حرص بجميع الوسائل اللي كتشوفها غادي توقف جنبك وتوقف معاك وتأهلك، فديرها ما تخليهاش، ما تقولش لا ما غاديش نديرها ولا واحد تندوز وفي يد الله. المهم دير اللي عليك انت يوم المقابله وان شاء الله غادوز عندك الامور بخير وعلى خير. اذا نرجعوا
هذا هما الناس اللي قلت لكم كيطلبوا لهم الحساب البنكي وكيطلبوا لهم الاثبات عليه. اما العكس الا كنتي انت عندك يعني مؤهلات، لا مستوى دراسي مزيان، لا اللغه عندك هضرتي بالانجليزيه، المستضيف مثلا كان قريب لك مثلا كتعرفوه مزيان، شنو اخر الفلوس قال لك مثلا الفلوس اللي غادي تدي معك تقول لي واحد المبلغ مهم محترم يعني باين انك غادي تمشي غادي يصوفيك هنا. فمن طبيعه الحال هنا ضابط الهجره ما غاديش يدخل معك في التفاصيل الاخرين يقول لك لا اعطيني هذا الاثبات ديال الحساب البنكي ولا حقا اعطينا جيب لنا الاي 134 لان هذا الشيء اللي قلتي لنا كامل راه ما كافيكش ما كيأهلكش تمشي لامريكا. مفهوم الاخوان؟ دابا غادي ندوزو نختموا بعدا مع الحساب البنكي. الحساب البنكي ليس اجباري وليس ضروري، هذه متفاهمين عليها، ولكن إذا كانت عندك الإمكانية أن الناس عندهم حساب بنكي فسير أخي أو أختي وضع واحد المبلغ مالي في ذاك الحساب البنكي وما تخسر والو. مادام انت حاط فلوس في الحساب البنكي دخل البنك هذه قول لهم عافاكم عطيو لي حتى داك غتبقى لك انت داك السيمانه غادي تمشي عندك فيها المقابله داك 4 ايام ولا 5 ايام قبل ما تسافر مثلا للدار البيضاء او المهم تسافر القنصليه فين كاين فين غدوز المقابله غتقول لهم عطوني عافاكم واحد الغولفي الغولفي النوت دابا غولفي بونكير نديه معايا القنصليه يعني تكون موجود نتايا. هادشي اللي غادي تخسر. بالنسبه للاشخاص الاخرين راه ما عندهم حتى شي مشكل انه يكون الحساب البنكي ديال الوالد ديالهم او الوالده او الاخت او الاخ، ما كاين حتى شي مشكل لانه هو مازال ما فاتحش حساب بنكي ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للاشخاص الاخرين اللي مستعصى عليهم انه يكون عندهم حساب بنكي وما داوش ما كاين حتى شي مشكل، سير خدم على حوايجات وحدين اخرين حتى الا طلبوا لك الاثبات ديال الحساب البنكي ديك الساعه مضطر انك تجيب لهم دير تفتح حساب بنكي او لا الا كان عند الاب ديالك او الوالد ديالك عنده. ومن طبيعة الحال انا كنظن ان ما كاينش شي اسره ما كاينش الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ما عندوش شي حساب بنكي في شي بنكه او بوسطه او الى غير ذلك، فضروري غيكون عندك شي حساب بنكي باش يمكن لك تخرج داك الغولفي بونكير اللي كيثبت على ان داك المبلغ المالي كاين في داك الحساب. هذا من جهه. دابا غندوزو سميتو الاي 134 او الاي 134. هاد الاستماره هذه شنو هي؟ هاد الاستماره هذه عباره عن واحد استماره نيت كيعمرها المستضيف ولا الشخص اللي هو مقبل غادي يضمنك من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، يضمنك انتايا كونك انت مقبل غادي تهاجر من بلد واحد اخر تجي هنا لأمريكا، فضروري خص هاد الاي 134 يصيفطها لك شخص مقيم هنا في أمريكا وشخص عنده واحد المدخول سنوي يعني كيتخلص سنويا وعنده لي تاكس ديالو كيخلص لي تاكس ديالو والضرائب ديالو الى اخره وعنده واحد الانكم يكون فايت واحد واحد لاصوم اللي هي تقريبا فوق من 25 ألف دولار في العام باش يقدر يضمنك. اما الا كان قل من هذا المبلغ هذا فمن طبيعه الحال ما يقدرش يضمنك. انتم عارفين الضمانه يعني كي كتكون. فهاد الشخص هذا هو اللي كيعمر هاد الاستماره، عنده واحد المعلومات الشخصيه ديالو وعلى الانكم ديالو وعلى المسائل ديالو كلها كيعمرها. عاد كاينه واحد الباج ولا معت صفحه ولا معت جوج صفحات كتعمرهم انت اللي ابليكانت ديال في القرعه الامريكيه. هذه هي الاستماره ديال الاي 134. هاد الاستماره في حد ذاتها ماشي ضروريه ماشي اجباريه. عاوتاني ضابط الهجره فوقاش كيطلبها؟ كيطلبها لك حتى كيشوف فيك انك انت ناقصك شي مؤهلات اللي ما تخليكش يعني مؤهل 100% باش تجي هنا لامريكا. حتى كيشوفك ناقص شي حاجه كيقول لك هذا المستضيف هذا اش كيجيك، تقول ليه صاحبي ولا ابن عائلتي ولا ولا ولا، غيقول لك واش هذا السيد هذا يقدر يصيفط لك واحد الاي 134 يضمنك بها. فكانت عندك عاود انت ديك الساعه المهم كنتي انت وجدتيها جايبها معك غتقول لي ها هي عندي كتعطيها له غيفيري فيها يشوفها واش في عندك شي كافي باش يضمنك ولا لا. كاين شي بعض المرات ما غاديش يطلبها لك كاع، وكاين اخوان دوزوا المقابله في ديفي 22 ما طلبوها لهمش نهائيا، ولكن كانوا عندهم كما قلت لكم مؤهلات اللي جعلتهم لا داعي انه يطلب لي هذا الاي 134. عنده المستوى الدراسي مثلا الاجازه او الماستر او الدكتوراه او عنده دبلومات مجهدين، هو خدام اصلا داخل سوق الشغل، عنده واحد التجربه مهنيه مزيانه من 5 سنين لفوق، عنده حساب بنكي مزيان، المستضيف اللي غادي يجي عنده يعني قريب ليه بزاف كتلقاه يما اختو ولا خوه ولا عمو ولا خالو ولا نسيبو، المهم قريب ليه. من طبيعه الحال هنا خصكم تحطوا في بالكم ان ضابط الهجره غير كيسمع
كيقول لك علاش هما كيطرحوا داك السؤال ديال شنو الصيله اللي كتربطك بين المستضيف. ما كيطرحوش هذا السؤال غير هكاك اعتباطيا ولا عشوائيا، فكيعرفوا داك الشخص يعني واش قريب لك ولا لا، واش غير كيشوفوا كيعرفوا بلي قريب لك كيتاكدوا ان راه داك السيد زعما راه ما غاديش يتخلى عليك، ما غاديش يطفي عليك التليفون، ما غاديش يستقبلك، ما غاديش، لا بالعكس غيستقبلك وغيوقف معاك. وحتى راه عارفين هنا في امريكا البدايه هي اللي كتكون صعيبه، وخصهم الانسان يوقف معاك يعني تتكري تشري طوموبيل دوز البيرمي الى اخره تلقى خدمه الى اخره. مفهوم الاخوان؟ دابا غير باش نختم رجاء ما نطولش في هذه النقطه هذه ديال الحساب البنكي وديال 134 راهم ماشي اجباريين. حتى الناس اللي ما توفروش ولا ما وفقهمش الله انهم يلقاو هاد الحساب البنكي وهاد ال 134 راه ماشي مشكل، حتى الا دوزتوا المقابله وتطلبات لكم مدبرها حكيم. يا ما اخوان في الدي في 22 راه مشاو دوزوا المقابله، ما عندهم لا حساب بنكي، ما عندهم لا 134، حتى دوزوا المقابله قالوا لهم راه كاين اللي يطلبوا ليه ال 134، كاين اللي يطلبوا ليه الحساب البنكي، او اللي قالوا ليه واحد من هاد جوج جيبوا لنا، اما غتجيب لنا الحساب البنكي تكون فيه واحد لاصوم فلوس مزيانه، او جبنا ال 134. من بعد بداو ديك الساعه الاخوان كنقلبوا معاهم وشوف الضمانه وشوف نقلبوا الاخوان ونسولوا هنايا الاخوان اللي قدر يضمن الى اخره. والحمد لله كاين اخوان اللي ساعدوا النت الفائزين في المغرب او في الدول وحدين اخرين، يعني كل واحد حسب يعني الدوله ديالو فين غيدوز المقابله. مفهوم الاخوان؟ اذا رجاء بالتوفيق، حاولوا غير كتذكير حاولوا ترجموا الوثائق ديالكم، تاكدوا من الترجمه انها صحيحه 100% ما كاينش فيها الاخطاء، حاولوا تنظموا الوثائق ديالكم يعني شهاده البكالوريا زائد الترجمه ديالها، عقد الزياده زائد الترجمه ديالو، حسن السيره زائد الترجمه، سجل العدلي زائد الترجمه، دبلومات اللي عندكم دبلومات وحده اخرى زائد الترجمه، عقد الزواج زائد الترجمه، عقد الطلاق زائد الترجمه، بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم الوليدات الصغار كذلك عقد الزياده زائد الترجمه، اللي عندهم الحضانه يترجموها، شهاده العزوبه او تصريح بالشرف زائد الترجمه، تصيورات الكونفيرميشن دي اس، رساله الموعد، الفلوس ديالكم. بالنسبه ليوم المقابله كتذكير عاوتاني اللي مقبل باغي يصلح شي خطا او لا يعمر يغير العنوان ممكن ديروا هذه القضيه هذه. شنو اخر اللي ما دارش البكالوريا ديالو في الدي اس ممكن تزيدوها في الدي اس يوم المقابله. المهم صفه عامه اي واحد عنده شي خطا في الدي اس راه ممكن تصلحوه يوم المقابله. بالنسبه للغه كتذكير عاوتاني اللغه راه ماشي، عاود بزاف ديال الاخوان كيقولوا لي واش اللغه الانجليزيه ضروريه اوبليجي اجباريه انني نهضر بالانجليزيه؟ لا اخي، راه ضابط الهجره الاول اللي كتعطيه الوثائق هو اللي كيطرح لك السؤال اش من لغه بغيتي تدوز، كتختار انت اللغه اللي انت مرتاح فيها. غير هو كنقولوها ونعاود نكرروها، شحال ما كانت عندك اللغه الانجليزيه مزيانه ويعني كتفهمها وكتعرف كيفاش تهضر بها فهضر بها اخي او اختي. مفهوم؟ هذا كيكون امتياز لك اخي او اختي يوم المقابله. اللغه 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 اللغة اللغة بها باش غادي نختم كما ليحييكم. السلام عليكم ورحمة الله، بالتوفيق للمنتخب المغربي وبالتوفيق لجميع الفائزين في جميع أنحاء العالم. تحياتي لكم.